أعزائي الطلبة، نكمل محاضرات الـ Respiratory System. ناخذ هسه الـ Obstructive Lung Disease اللي هي عبارة عن Increase Air Outflow Resistance at the Level of Bronchial Passages، بسبب إنه راح يساعدنا Narrowing بالبرونكيول. فعندنا باراميتر معين بالبلمنر لانج فانكشن اللي هو نسميه Forced Expiratory Volume ايرلي، اللي هو هذا شو نقول للمريض؟ نقول له فرغ الهواء اللي بصدرك باسرع ما يمكن، يعني ينفخ بسرعه، ينفخ بسرعه بالجهاز هذا. فالمفروض اقل شيء 80% من الهواء اللي بصدره يطلع بالثانيه الاولى. اذا طلع اقل من هذا الرقم هو من جماعه الريستركتيف الاوبستركتيف لانج ديزيز، من جماعه الاوبستركتيف لانج ديزيز. ليش ما يقدر يطلع؟ لان بسبب هذا النارونج صار بالبرونكيول، الهواء اللي بصدره ما يقدر يطلع بسرعه، لأن أكو نارونج، فيظل محبوس داخل صدره بسبب هذا الأوبستراكشن، فيطلع أقل من 80% من الأير الموجود داخل اللنج، فيشمل تعريف الأوبستراكتيف لنج ديزيز بسبب هذا الأوبستراكشن at the level of the bronchial. الأوبستراكتيف لنج ديزيز انكلود أسمى، كرونيك برونكايتس، برونكيكتسيز، سيستيك فايبروسيز، وبرونكيولايتس. احنا راح ناخذ الأسمى والكرونيك برونكايتس والباقي نخليها ضمن المواضيع تاخذها ان شاء الله بالاطفال. اثنيناتها بسيسك فايبروز وبرونكيولايتس. وناخذ احنا البرونكيكتس، طبعا ناخذ الاسماء كرونيك برونكايتس والبرونكيكتسز. كاتيولوجي طبعا الاسماء كتعريف لها هي episodic attacks of bronchial obstruction، episodic attacks of bronchial obstructions due to hyper responsiveness of the airway to a variety of stimuli in a genetically predisposing patient or susceptible patient. يعني مو كل واحد عنده يصير، البيشنت لازم يكون هو genetically susceptible for this type of allergy. وعندنا special type of allergens، types of allergens ممكن يتعرض لها الشخص، اللي تسوي induction of inflammatory response تؤدي بالنتيجة إلى bronchial obstruction due to inflammatory reaction toward these stimuli. وعندنا condition نسميه status asthmaticus، يعني البيشنت هذا ما يصير عنده asthmatic attack، prolonged unrelieved attack of asthma. كpathogenesis علينا أن نفهم أولا عندنا في الشيء اللي هو T helper 1 cell secrete interferon. هذه T helper 1 secrete interferon that inhibits T helper 2 شو تسوي هي؟ T helper تسوينا secrete interleukins that stimulate eosinophils and plasma cells to produce immunoglobulin E secretion بالإضافة للactivation of mast cells. هذه العوامل الثالثة شو راح تؤدي؟ راح تؤدي influx of eosinophil, proliferation of smooth muscle of the bronchial wall. وعندنا يصير parasympathetic stimulation. Parasympathetic stimulation with hyperplasia of smooth muscle حسب bronchial obstruction. Bronchial obstruction. هذه كلها بسبب الactivity of T helper 2. لاحظوا انه اللي هي كانت المفروض ينظم شغلها T helper 1. الاشخاص اللي عندهم اسماء لاحظوا عندهم مشكلة بال T helper 2 بحيث يكون ما سيطر على T helper 2. عندهم مشكلة بال T helper 1. تي هيلبر 1 اللي كانت تسيطر على تي هيلبر 2 فتفقد السيطرة على تي هيلبر 2. تي هيلبر 1 تفقد السيطرة على تي سيلز التايب 2 وبالتالي يصير عندنا اسماتيك اتاك. بالبداية هاي اول اكسبوجر، هذا البيشنت هو سسبتبل فور اسما. شي يجي اول شي يجينا الالرجين، اول مره بحياته يتعرض هذا الالرجين، تاخذه الدندريتك سيلز اللي هي من جماعه الانتيجين بريزنتنج سيلز، تودي للتي لينفوسايت، تودي هذا الانتيجين تعطي معه الفيتشرز مالته او الكود مالته، تعطي للتي سيلز تي هيلبر 2 اللي قلنا عليها. اذا هاي التي هيلبر 2 ما سيطر عليها بالتي هيلبر 1 راح تكمل التفاعل وتحفز البي لينفوسايت، البي لينفوسايت البلازما سيلز تعطينا امينوغلوبولين اي. الإيميونوغلوبين إي راح يروح عليه، من راح يروح على الماس سيلز ويروح يحرر ميدياترز أخرى تروح تحفز لنا الإيوزينوفيلز. حد هاي اللحظة أوكي، صار البيشنت سنسيتايزد، البيشنت صار لايبل فور أنتي هايبر ستيت ريأكشن توارد ذيس ألرجين. فمرتلخ لما يجي الألرجينز هذا راح يلقى الماس سيلز متلقيته عليها الأنتي بودي اللي هو الـ IgE، فرأسا يصير عندنا
رياكشن، هذا الرياكشن راح يتحرر من عند ميدياتر، سوينا جاب انتراكشن، جاب ريتراكشن، يدخل من عند النوع الاكثر كميه اكبر، تدخل الالرجينز داخل السب ميوكوزا وتسوينا تحفز الماست سيلز وتحفز اليوزنوفيلز، يصير عندنا فازو دايتيشن، ويصير عندنا فيزو فيكال ستيموليشن، ويصير عندنا سموث مسل بروليفريشن اون كرونيك واي. هذه بالاكيوت ستيج. لما تطول هذه الكرونيك راح تسوي؟ راح تجي الايزنوفيل ماتيريال اللي هي الميجر بيزيك بروتين، والايزنوفيل كاتايونيك بروتين، تؤدينا الى ديستركشن اوف ذا ابيثيليال سيلز، وبالتالي راح يصير عندنا ميوكوس بلوك، جوبلت سيل ميتابليزيا، بيزمنت ممبرين ثيكنينج، انفلاماتوري سيل انفلتريشن، سموث مسل هايبربليزيا. all these features are of chronic asthma. من خلينا نشوف الصوره اللي بعدها بعد احسن. هنا نقارن ما بين النورمال، لاحظ الثيكنس اوف ذا وول، من الكارتليج للميوكوزا، وهنا من الكارتليج للميوكوزا. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا شوف النورمال ريجولر لايننج ثين لاير، هاي الخضراء هي ثين لاير اوف ميوكوس سكريشن. راح يصير عندنا ثيك ميوكوس سكريشن وذ infiltration of inflammatory cells, debris, necrotic material, goblet cell metaplasia. ما كان عندنا goblet cell، صار عندنا goblet cell metaplasia. عندنا basement membrane، صار بي basement membrane thickening. basement membrane thickening. inflammatory cells كانت scattered، صار عندنا هنا large amount of inflammatory cell infiltration. صار عندنا vaso congestion. عندنا كان ما فيها RBCs، صارت congested. smooth muscle layer، صار بيها thickening due to hyperplasia. glandular hyperplasia، هاي gland جوا submucosa صار بيها hyperplasia. فهاي all these features are features of chronic asthma. فالباثولوجي مثل ما قلنا احس عندنا ميوكوزا ديما كونجست انفلاماتوري سيل انفلتريشن سو وي هاف اولسو سبيسيفيك تيرم اللي هي تشاركوت ليدن كريستالز اللي عباره عن يوزنوفيل بروتين. هاي يصير مو بس بالاسما، يصير اني كونديشن وي يوزنوفيليا. Any condition causing eosinophilia ممكن تؤدي إلى تراكم الشاركوت ليدن كريستالز، مثل الأسمة، ومثل any type of allergy، ومثل عندنا لما يكون عندنا parasitic infestation، worm infestation. تعرفون الworm infestation هو الباراسايت اللي تحيط الإيزونوفيل. فلما تكون عندنا كمية عالية من الإيزونوفيلز راح يتكون عندنا شاركوت ليدن كريستالز. فالشاركوت ليدن كريستالز it is not pathognomonic for asthma but it is specific for eosinophil collection. كارتشمان سبايرلز هي عبارة عن وورز اوف نيكروتيك ابيثيليال سيلز. خلينا نشوفها، هذه تشاركوت ليدن كريستالز. تشاركوت ليدن كريستالز عبارة عن سكريشن اوف يوزنوفيل، تجمع على بعض يوزنوفيل، هذول اكثرهم يوزنوفيل وياهم طبعا يوتروفيل، بس اكثرهم يوزنوفيل بيهم ريد جرانيولز. فهذا هو تشاركوت ليدن كريستال. وهذا عندنا الكارتشمان سبايرال. كارتشمان سبايرال هذا نيكروتيك ماتيريال، كولكشن اوف نيكروتيك ماتيريالز، وهذا الكولكشن اوف ايزونوفيل سكريشن. كلينيكال بيكتشر اوف اسما تز ريفرسبل بروسيس، ريفرسبل يعني برونكال اوبستراكشن، ممكن تؤدي طبعا راح يجي بريزنتد وذ سيفير ديسنيا ويزنج اند كاف. لنج انفليشن راح تنتفخ اللنج لانه اوبستراكتيف، الهواء ما يطلع بسرعه، يظل محبوس داخل الصدر. برونكوس وال اذا طول اكثر من طول ساعات نسميه ستاتس اسماتيكس. هذه هنا صوره للميوكوس بلاك، ميوكوس سكريشن ثيك، واكثرها تلاحظون السيتوبلازم احمر على انه هذه طبعا لوبور، هذه ممكن نكبر اكثر حتى تبين اوضح. اكثرهم ذولا هما ايزونوفيل، اكثرهم ايزونوفيل مسوين كولكشن داخل الميوكوس فلو ميوكوس ماتيريال. ذولا الميوكوس لايننج سيلز بيهم جوبلت سيلز، فلاماتيا سيل انفلتريشن، سموث مسل هايبربليزيا. ذيس فيتشرز اوف features of asthma. هذا مرات ميوكوس بلاج، سمي ميوكوس بلاج أو ميوكوس برونكيال كاست، يأخذ من قد ما أكو سكريشن فلويد، ميوكوس سكريشن ثيك وبي inflammatory cells، يأخذ الشكل مال البرونكيول اللي كان بيها، فكاست يعني كنا قالب ماخذ الميوكوس برونكيال كاست، نسمي ميوكوس برونكيال كاست. شو كنت تطلع؟ ممكن تطلع بالكافينج، ممكن مرات بوست مورتم بالتشريح تطلع ورا إذا صار عنده وفاة، طلعها مالية البرونكيول. The types of asthma. Clinically, ممكن نصنف الأسمة إلى mild, moderate, severe أو status asthmaticus. بينما according to ممكن نصنفها according to the presence or absence of underlying immune disorder. يعني نصنفها إلى two types. Either extrinsic asthma، هذا لما يكون عندنا cause يعني non cause الallergen اللي يسوي الأسمة،
هو معروف أو على الأقل السبب هو immune response. لما يكون السبب هو immune response نسمي extrinsic asthma اللي هي immune mediated asthma resulting from exposure to allergens. نسمي أتوبيا يعني hypersensitivity type 1 reaction. occupational agents أشخاص يعملون بمهن معينة بمعامل معينة، هاي المعامل بها allergens معينة تؤدي إلى لما يتعرض لها الشخص عنده أسمى. وممكن aspergillosis، aspergillus اللي هو الفنجل تعرفوه، ممكن spores مالته اللي تطاير ويسوي extrinsic أسمى. هذا extrinsic أسمى usually present early يعني بالأطفال تصير بالعمر المبكر ويكون معاها increase immunoglobulin E وعندهم positive history. عادة مثل بقية ال الميولوجيكال ديسوردرز عاده بالفاميلي ممكن لان جينيتيكلي بريدسبوزد عندهم جينيتيك بريدسبوزيشن فعاده مو بس فرد واحد تاثر اكثر من فرد فيوجوالي بريزنتد وذ بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف اسما اور اذر كونديشن ممكن يكون عنده درماتايتس ممكن يكون عنده اذر تايب اوف هايبرستيت رياكشن اولسو بيشنت ذا بيشنت اتس هيم سيلف مي سفر فروم اذر الرجيك كونديشنز. النوع الثاني من الاسما هو الانترنسيك اسما intrinsic asthma اللي هي non atopic. هذا يعتقدون الكوز مالته مو كلش كلير بس شافوا العلاقة بالفار انفكشن بالاسبرين انجستشن بالاير بوليوشن بالاكسرسايز. هاي اي واحد عندنا لما يسوي اكسرسايز يحس الكوز يصير ضيق عنده ومرات واحد بالفار انفكشن يصير عنده ضيق فهي هذه الكونديشن تاثر تؤدي الى برونكيال يعني برونكيال كومبلين برونكيال كومبلين عند النورمال وعند الاسماتيك بيشنت. بس بالاسماتيك بيشنت الميزه ما تكون سيفير يعني يجي يطلع يريد علاج. احنا عاده من نسوي رياضه او اي واحد من عندنا ياخذ يصير عنده فار انفكشن مرات بالصدر يقوم يصير عنده ويزنج بس ما ياخذ علاج ما يحتاج كل مره. ذول لا كل ما يصير مال اتاك يصير عندهم الاسماتيك اتاك وياه. ذول الاشخاص الفاميلي هيستوري اوف اسما اند اذر الرجنز ار نوت ار انكومن ار انكومن. ليش؟ لأن هذا مو they are not genetically predisposed فعادة هذا بس الشخص عنده محب الوحيد بالعائلة وما عنده زيادة بالIGE ما عنده زيادة بالIGE. نتوقف الحد هنا حتى يكون الشريط طويل.